نرحب بكم جميعا على قناتكم قناة يحدث صيحات الموضة العالمية والإكسسوارات والأفكار والنصائح المفيدة في الموضة قناة أربي فاشن موديل، مع تقديم موديلات ونماذج فساتين الصيف والشتاء وغيرها الكثير للمقاسات الكبيرة، وأيضا أفكار ونصائح جيدة ومفيدة في الموضة للحصول على إطلالة مناسبة لك وأكثر أناقة. ألوان ساطعة يمكنك تنسيقها مع البرتقالي، وإن كنت من عشاق الألوان وترغبين بتنسيقها معا، فنعتقد أن اللون البرتقالي مثل الجوكر، ففي الأعلى ذكرنا أنه يمكن تنسيقه مع الألوان الداكية والمحايدة، وهنا نخبرك أنه يمكنك تنسيقه مع مختلف الألوان الساطعة، وتأكدي أنه في كل مرة سيمنحك مظهرا مختلفا. ونسقيه مع الأحمر أو الأخضر أو البنفسجي بدرجاته، وكذلك الوردي.